بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدا منطقة ميناء شرق بورسعيد، جوهرة موانئ البحر المتوسط، والذي سيعتبر إضافة كبيرة إلى قدرات مصر البحرية وعاملا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث يعتبر ميناء شرق بورسعيد شمالا وميناء العين السخنة جنوبا هما قطبي المشروع، والذي يمكن من خلالهما التحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس، وبذلك ستتحول مصر إلى مركز هام للتجارة العالمية البحرية، مركز توزيع وإعادة توزيع لوجستي، علاوة على تكوين مناطق صناعية ولوجستية تستغل الإمكانيات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة، وفتح فرص عمل للشباب المصري وجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، نظرا لتميز موقعها الاستراتيجي. واسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن أتقدم بعرض تقديمي، سوف أختص فيه بالشرح منطقة ميناء شرق بورسعيد محل الزيارة اليوم ضمن مناطق الهيئة العامة لقناة السويس. قامت مصر بالبدء في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والممتد على مساحة 460 كيلومتر مربع كمشروع متكامل يستغل الثروات الطبيعية بسيناء ويحقق الاستفادة القصوى من منطقة قناة السويس كمركز لوجستي عالمي، وليس فقط كممر ملاحي يعتمد على عبقرية الموقع وتكامل الحيز الجغرافي من مشروع شرق بورسعيد، وتكون من ميناء شرق بورسعيد زائد ثلاث مناطق لوجستية زائد منطقة صناعية، مشروع وادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب الإسماعيلية، مشروع السخنة وتكون من ميناء العين السخنة المنطقة الاقتصادية وشمال غرب خليج السويس، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، وميناء الليدبية، وميناء الطور. يعتبر إنشاء ميناء محوري ومناطق صناعية ولوجستية بمناطق شرق بورسعيد ذات أهمية قصوى لما يلي: تميز هذا الموقع الفريد محليا وعالميا مما يعكس عبقرية المكان، حيث يقع في قلب العالم وعلى المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تعبر قناة السويس سنويا حوالي 10% من حجم التجارة العالمية وحوالي 25% من تجارة الحاويات. كما سيعتبر ميناء شرق بورسعيد واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات من خلال شبكة من سفن الروافد الفيدرز، ويزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية، وذلك بالإضافة لعمل قيمة مضافة لتلك البضائع داخل المناطق اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة شرق بورسعيد، علاوة على ما تواجهه المواني المصرية في الوقت الراهن من منافسة حادة من قبل المواني المختلفة بالمنطقة. يا فندم، احنا لازم نهتم بالمواني في الفترة الجاية، لأن المنافسة زادت جدا في موانئ البحر المتوسط، والحمد لله الهيئة العامة للمواني تشكلت وهتبدأ إن شاء الله في تحسين صورة المواني المصرية في المستقبل القريب. تحقق إنشاء وتنمية تلك المنطقة العديد من المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطني المصري. هذا المشروع له بعد استراتيجي رئيسي، وهو العمل على تعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا وملء أي فراغ سكاني بهذه المنطقة الحيوية، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب. عناصر مشروع التنمية، وتكون هذا المشروع من ميناء محوري، وهنا فندم بنقول عليه ميناء محوري لأن الميناء المحوري بيختلف عن الميناء العادي. الميناء المحوري بيبقى عميق في العمق بتاعه ويستقبل السفن العملاقة، وفي نفس الوقت بيبقى في خلفياته مناطق لوجستية ومناطق صناعية، وممكن الوصول منه لجميع أسواق العالم. فموقع بورسعيد كمينا محوري موقع متميز، وكل اللي بيحصل دلوقتي عشان تحويل شرق بورسعيد الى مينا محوري ان شاء الله. ثلاث مناطق لوجستيه منطقه صناعيه، وللمضي قدما في تنفيذ المشروع العملاق كان ولابد من اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذيه والقرارات والتشريعات لضمان الانطلاقه القويه لهذا المشروع وتمثيل خطوات انجاح هذا المشروع فيما يلي. يا فندم، كنا لازم وتحت اشراف وتوجيهات حضرتك ان احنا ناخد قرارات
يعني لازم كانت تتنفذ، والحمد لله تم تنفيذها. وضع مخطط عام للمشروع طموح ودقيق وقابل للتنفيذ باستخدام أكبر المكاتب الاستشارية العالمية. وضع قوانين استثمار مرنة تحقق للمستثمرين الجذب إلى المنطقة، الحمد لله وزارة الاستثمار حطت قانون الاستثمار الجديد. توفير بنية تحتية من أرصفة وأنفاق وقناة ملاحية وموانئ محورية. طبعا كل ما بنرفع البنية التحتية يا فندم وبنعالج التربة في شرق بورسعيد ونعمل مجرى ملاحي على أعلى مستوى وعميق 18.5 متر، كل ده يجذب المستثمرين لاستخدام ميناء شرق بورسعيد. اتباع سياسة تسويقية مرنة وسياسات ناجحة لجذب المستثمرين للاستثمار، وده بيتم عن طريق وزارة الاستثمار. الاهتمام برفع مستوى التدريب الفني، والحقيقة فندم في هذا المجال احنا ان شاء الله في شهر 10 هنفتتح مركز تدريب فني مع شركة سيمنز في العين السخنة طبقا لتوجيهات سيادتك في ألمانيا، والحمد لله المبنى اتبنى وجاري تجهيزه بمساعدات التدريب، لأن احنا طبعا العمالة الفنية دي هترفع يعني مستوى الاستثمار ومستوى جذب المستثمرين للمنطقة. تحسين قدرات الخدمة البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية ووضع أسس تنافسية غير مبالغ فيها وأسعار تنافسية غير مبالغ فيها، وده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي فندم، واستأذننا حضرتك إن احنا نعمل أسعار تبقى جاذبة للمستثمر، ما ينفعش يبقى الموانئ اللي حوالينا أرخص مننا، فبالتالي السفن هتروح هناك، لكن الحمد لله في التعاون مع وزارة النقل احنا بنحط دلوقتي أسعار تنافسية تجذب السفن إنها تمر في الموانئ المنطقة الاقتصادية. تحسين خدمة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإجراءات الجمارك للمستثمرين، والحمد لله الهيئة العامة للاستثمار عملت يعني شباك جديد، وإحنا هنتبع هذا الشباك عشان يبقى مش كل في حتة فيها شباك شكل، لا كلنا يبقى على نظام واحد إن شاء الله. التركيز على حل وتسوية النزاعات مع المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، هيتم حل حوالي 26 نزاع قانوني مع المستثمرين على الأراضي عن طريق لجنة فض المنازعات، والحمد لله دلوقتي الأمور مستقرة. المخطط العام للمشروع، صدر قرار من رئاسة الوزراء أن تكون هيئة قناة السويس المنطقة المظلة الرسمية لما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية للمشروع. تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد المخطط العام، والتي أسفرت عن التعاقد مع التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع التنمية منطقة قناة السويس دار الهندسة مصر. وقد انتهى تحالف دار الهندسة من إعداد المخطط العام لمشروع التنمية منطقة قناة السويس، وتم تسليم المخطط العام لهيئة قناة السويس. تم عرض المخطط العام على سيادتكم حيث تفضلتم سيادتكم الاطلاع عليه والتصديق عليه. صدرت التكليفات لأن كان يا فندم في مشاكل في المنطقة وكناش نقدر نتحرك من غير ما نحل هذه المشاكل العالقة في المنطقة. تم تكليف هيئة قناة السويس بسرعة انتهاء من اتفاق التسوية مع شركة ميرسك في شرق بورسعيد، وتكليف هيئة قناة السويس بدراسة إمكانية تنفيذ القناة الجانبية شرق بورسعيد طبقا للعقد الموقع مع شركة ميرسك. الحقيقة يا فندم كان في مشكلة في مع شركة ميرسك إن منطقة الانتظار لدخول شرق بورسعيد كانت هي منطقة انتظار قناة السويس، فكانت السفن بتيجي تقف من 8 ل 10 ساعات عشان تخش ميناء شرق بورسعيد، فكانت بتعزف عن الدخول لميناء شرق بورسعيد، فعملنا قناة جانبية من البحر المفتوح تخش على طول من البحر المفتوح السفينة تخش على ميناء شرق بورسعيد بدون أن تخش في الكونفوي بتاع قناة السويس. والحمد لله القناة الجانبية خلصت. القناة الجانبية دي طولها 9.5 كيلومتر، مدة تنفيذ كانت 7 شهور، نفذناها في 3 شهور فقط. تم تنفيذ الأعمال بكراكات كانت مشتركة في حفر قناة السويس الجديدة، وتم تنفيذ بالعملة المصرية، وتم افتتاح القناة. تم تكليف قناة السويس بدراسة الوضع القانوني للأراضي المخصصة لشركة مشرق للوقوف على مدى إمكانية استغلالها في الأنشطة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتم يا فندم حل مشكلة مشرق. تكليف هيئة قناة السويس بالتفاوض مع هيئة مواني دبي لحل مشكلة شركة سونكر والانتهاء من أي منازعات بشأن تشغيل ميناء العين السخنة، وتم يا فندم التنفيذ. توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ سنغافورة لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات، والحقيقة
تم التوقيع وتم تسليم المواصفات للهيئة الهندسية وهي بتعمل عليها حاليا. الموقف الحالي لتنفيذ الأعمال، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واحنا بنشكرها شكر جزيل على هذا الجهد، بعد استلامها الموقع المشروع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاختيار الشركات المنفذة والإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال، تم تشكيل لجنة عليا تضم كل من هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة الاقتصادية واستشاري المشروع، وكانت في حالة انعقاد دائم لحل أي عقبات تعترض العمل ومتابعة تقدم سير الأعمال ضمانا لتنفيذها في التوقيتات التي حددها السيد الرئيس. واستعرض أمام سيادتكم الموقف الحالي لتنفيذ الأعمال وأيضا موقف استثمارات بالمنطقة. الموقف الحالي يا فندم بالنسبة للأرصفة، بنبدأ في اليمين أرصفة شركة قناة السويس الحاويات اللي هي شركة ميرسك على مسافة 2400 متر، بعد كده على طول في رصيف بطول 450 متر اللي هو كمالة رصيف ميرسك، وفي مفاوضات بيننا وبين رصيف شركة ميرسك إن هذا الرصيف يعود للهيئة الاقتصادية، وإن شاء الله قرار هيطلع في إبريل من الشركة بعودة هذا الرصيف للهيئة الاقتصادية. بعد كده تم التعاقد مع شركة AOS شركة إماراتية إنجليزية لإدارة وتشغيل محطة صب جاف بطول 500 متر وساحة خلفية مساحة 275 ألف متر مربع ومنطقة اللوجستية. إجمالي استثمارات المشروع بجميع مراحله 1.8 مليار دولار، توفير حوالي 8000 فرصة عمل مباشرة، توفير حوالي 20000 ل25000 فرصة عمل غير مباشرة، تصنيع عدد من المواد الغذائية والحد من استيرادها بالإضافة لعوائد التصدير بالعملة الأجنبية. بعد كده في أرصفة حوايات بطول 2000 متر منهم 1200 متر جاري التفاوض مع شركة سي ام ايه الفرنسية وبي اس اس السنغافورية، وهم دخلوا شركة مع بعض يا فندم، وإن شاء الله هننهي التفاوض كده في إبريل على أساس إن هم يبقوا واخدين ال 1200 متر. بعد كده تبقى 800 متر طرحناها للمشاغرين وبنستقبل دلوقتي العروض بتاعتها إن شاء الله. بالشرق في رصيف لورو ب 600 متر اللي هو رصيف سيارات، وجاري التفاوض مع شركة ان واي كي وشركة دبليو دبليو ال، ويمكن امبارح شركة دبليو دبليو ال يعني مصممة ان هي تيجي تاخد الرصيف ان شاء الله، طبعا طبق الاسعار اللي احنا بنحددها. بعد كده في رصيف متعدد الاعراض بطول 1000 متر احنا طرحينه وبنستقبل العروض. موقف التكريك بميناء شرق بورسعيد، تمت اعمال التكريك بالميناء على ثلاث مراحل والاعتماد الكامل على كركات هيئة قناة السويس لتنفيذ العمل. احنا ما خدناش كركة أجنبية يا فندم، احنا كل الشغل بكركات هيئة قناة السويس. كمية التكريك الإجمالية للمشروع في الثلاث مراحل 65 مليون متر مكعب، وتكلفة إجمالية لو احنا جبنا كركات أجنبية حوالي 325 مليون دولار تعادل حوالي 5.8 مليار جنيه مصري، والحمد لله ان احنا نفذناها. كمية تكريك المنفذة حتى الآن 53 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 81.3%، وبتكلفة 265 مليون دولار تعادل حوالي 4.7 مليار جنيه مصري. سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التكريك في سبتمبر 2019، هيبقى قناة كاملة يا فندم بالأرصفة بمساحات. احنا دلوقتي واقفين قدام الأرصفة علشان في شغل في الأرصفة، مش قادرين نخش على الأرصفة غير لما الهيئة الهندسية تشرح لنا، لكن الكركات موجودة وبدأت تشتغل في الاقتراب من الأرصفة. المرحلة الأولى وهي حفر الممر الملاحي أمام الأرصفة الجديدة وتطوير دائرة الدوران الشمالية، وتم تكريك حوالي 26 مليون متر مكعب، تم البدء في ديسمبر 2015 وتم الانتهاء منها تماما بنسبة 100%. المرحلة الثالثة وهي إنشاء امتداد للممر الملاحي ودائرة الأورام الجنوبية، وتم تكريك حوالي 26 مليون متر مكعب، تم البدء في مارس 2017 وتم التنفيذ بنسبة 100%. المرحلة الأخيرة بقى اللي هي المرحلة الثالثة دي مرتبطة بشغل الأرصفة، وإن شاء الله إحنا جبنا الكركات وبدأنا من يمكن الشهر ده ننفذ، ونفذنا حوالي 500,000 متر مكعب وفي انتظار أوامر الهيئة الهندسية. بالنسبة للمناطق اللوجستية، توجد ثلاث مناطق لوجستية متخمة لميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية مساحة 24 مليون متر مربع لعمل صناعات القيمة المضافة واللوجستيات. دي المناطق اللوجستية فندم المتخمة للرصيف، وده اللي بيخلي الميناء ميناء محوري إن شاء الله.
تم طرح المناطق اللوجستية بالمنطقة للمستثمرين وجاري استقبال العروض، ووصلت عروض فعلا يا فندم، ومنهم شركة عالمية، تمهيدا لاختيار أفضل العروض إن شاء الله هيتم في إبريل القادم بإذن الله تعالى. مناطق صناعية في شارع بورسعيد، دي المنطقة الصناعية في شارع بورسعيد، دي يا فندم على مساحة 40 كيلو متر مربع للصناعات الخفيفة والمتوسطة. أمثلة لبعض الصناعات المستهدفة بالمنطقة: صناعة تجميع السيارات، الصناعات الدوائية. الموقف الحالي للاستثمار بالمنطقة الصناعية: توجد شركة شرق بورسعيد للتنمية مساحة 16 كيلو متر مربع، المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.5 كيلو متر مربع، يعني الإجمالي 21.5 كيلو متر مربع من أصل 40، يعني خلصنا أكثر من 50% من المنطقة الصناعية. شركة شرق بورسعيد للتنمية بتشتغل على مراحل فندم، المرحلة الأخيرة هتنتهي بعد 10 أعوام، وهيتم فيها تنمية 16 كيلو متر، وهتوفر 300 ألف فرصة عمل واستثمارات 4 مليار دولار. المنطقة الروسية المرحلة الأولى 5.5 مليون متر مربع، وهي منطقة صناعية متكاملة يتم إنشائها على 3 مراحل. تم موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية بين مع الجانب الروسي والهيئة الاقتصادية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية RIZ بشركة شرق بورسعيد، وتقع عقد لقاء خلال شهر ابريل 2018 لانهاء الدراسات والمفاوضات. الحقيقه يا فندم كانت المفاوضات والدراسات ما كانتش سهله، والحمد لله قدرنا نحقق مطالبنا في هذه المفاوضات. وهيتم فيها تصنيع الالات والمنتجات الفنيه، الالكترونيات، الصناعات الخشبيه، صناعات البناء، صناعات المواصلات والكابلات. الموقف الحالي للبنيه التحتيه: تتميز المنطقه ببنيه تحتيه على اعلى مستوى، شبكة طرق بأطوال 100 كيلو متر، الانتهاء إن شاء الله بنهاية 2018، 4 أنفاق، 2 نفق جنوب المنطقة و2 نفق بالإسماعيلية، جاري التجهيز للتشغيل. حاليا دلوقتي فندم بيتم التجهيز للتشغيل، وإحنا مع الهيئة الهندسية في هذا تمام، وعملنا فريق عمل من المهندسين الجداد في هيئة قناة السويس، وعملنا إدارة جديدة اسمها إدارة الأنفاق، والحمد لله بيتدربوا في الهيئة الهندسية. كوبري سلام، كوبري النصر العائم، وكوبري وثلاثة كوبري عائم بالأنطرة والإسماعيلية. محطة تحلية المياه جاري إنشائها لخدمة المدينة السكنية ومنطقة شرق بورسعيد، بطاقة 150 ألف متر مكعب يوم تصل إلى 250 متر مكعب يوم، الانتهاء من إنشاء 2019. محطة كهرباء رئيسية تم تشغيلها بطاقة تصل إلى حوالي 250 ميجا فولت أمبير في نهاية يناير 2018. محطة صرف صحي جاري إنشائها على أعلى مستوى تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوم، انتهى من إنشاء بنهاية 2019. الحقيقة يا فندم كل ما احنا بنعالج التربة، وكل ما بنقوي البنية التحتية، وكل ما بنخلص الأرصفة، كل ما جذب بيزيد للمستثمرين. والحمد لله يعني في تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية في هذا، مع وزارة الإسكان، والبنية التحتية دي أساس الاستخدام في ميناء شرق بورسعيد. اعتبارا من سبتمبر 2018 بعد انتهاء انشاء الارصفه البحريه الجديده واعمال التكريك، وايضا انتهاء من اختيار افضل المشغلين للارصفه، سيقوم كل مشغل بالبدء الفوري في تجهيز الارصفه بالاوناش وباقي التجهيزات واعداد الساحات الخلفيه خلف الرصيف البحري للبدء الفوري في تشغيل الارصفه واستقبال السفن بالمنطقه. احنا دلوقتي يا فندم هناخد التعقيدات بتاعت المشغلين ان شاء الله بتنسيق مع الهيئه الهندسيه، عشان الساحات دي هيجهزها المشغل، بس لازم يدي الماستر بلان بتاعها للهيئه الهندسيه عشان توفر له مصادر البنيه التحتيه من طاقه ومياه داخل الساحه، علاوه على هيختار الاوناش اللي هيستخدمها طبقا لطبيعه استخدام الساحه ان شاء الله. سيادة الرئيس، إن كل ما تم من جهد المصريين الأوفياء وصواعدهم الفتية، وهذا أكبر دليل على قدرة مصر على العودة للريادة السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم، وأكبر دليل على حرص القيادة السياسية متمثلة في سيادتكم في إعادة بناء الدولة المصرية على الأسس العلمية والاقتصادية السليمة. وتحية خالصة للجيش المصري البطل وللشرطة المصرية الفتية، مع دعواتنا لهم بالتوفيق والنجاح في المهام المكلفين بها لحماية مصر وشعبها العظيم.
وتحية لشهداء مصر الأبرار. وفقكم الله وسدد خطاكم وحماكم لمصر وشعبها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا.